السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد كباكة من قناة كباكة تي في. فاروق الباز، حقيقة ظهور الكائنات الفضائية أو وجودها. طبعا فاروق الباز قال لك لحد الآن، لا من ساعة بداية الكوكب الأرضي لحد الآن مفيش إثبات إن فيه فضائيين نزلوا الارض. طب في فضائيين في الفضاء؟ الراجل ما قدرش يجزم ويقول لك ما فيش فضائيين او ما فيش حد عايش غيرنا في الكون، وده صح. العلماء ما يقدروش يجزموا بحاجه هم مش شايفينها او مش قادرين يقيموها. ممكن يكون في حد في كوكب تاني، ممكن يكون في فضائيين في مجرات اخرى، ممكن الراجل مش هيقدر يقول لك ما فيش. تمام. ولكن نزول فضائيين على كوكب الأرض لم يحدث حتى الآن. بإذن الله في 2021 هيجولنا وينوروا ونعزمهم عندنا هنا، وزي ما انتوا عارفين نقعد نتفرج معاهم على كرتون برضو، اللي هم الكرتون اللي انا بحب اتفرج عليه دوت، اللي هو كونان وقناص، ويعني كل الحب وكل الدعم لاخواتنا الفضائيين اللي بيتفرجوا عليا. ولو انت من الفضاء وبتشوفني دلوقتي، يا ريت تدوس لايك وشير وسبسكرايب، وتقول لنا رايك في الكومنتات وتشغل الجرس عشان كل خبر تافه ملوش اي لازمه تعرفه اول باول. سلام.